بيان البيت الأبيض اللي تحدث عن الملفات اللي هتبحثها قمة ترامب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. البيان بيقول إن الرئيسين هيبحثوا دائرة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، زي ما كنا بنتكلم، محاربة تنظيم داعش ودعم السلام والاستقرار في المنطقة، وكمان المحادثات هتطرق لتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين. زي ما كنت بقول لحضراتكم، في وفد رفيع المستوى برضو جديد بالذكر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد برلماني، وغير كمان الوفد الشعبي، وأهمية التواصل مع زي ما قلنا دوائر صنع القرار، إن هذه الزيارة من الممكن البناء عليها بشكل كبير فيما يصب لصالح المنطقة العربية وصالح القاهرة بالتأكيد. زيارة بعد سنوات من التوتر، فطبعا كل العيون مترقبة هذه الزيارة وهذه النتائج، نتائجها إن شاء الله، خاصة بعد القمة العربية والبيان الختامي، وموقف عربي نقدر نقول عليه موحد أو هيحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه الرئيس الأمريكي.